يعني بعيدا عن اللغه، بالعكس الرجال الام لهم تقديرهم اكيد، لا ولهم ما حسيت ولهم ما حسيت لا, لا 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 يبقى لهم لا لا تصرف الافراد لا يعني ان هناك يعني معمم، لكن بالتاكيد انه ما يمنع الفاضي ما يعني هم يستحقون كل تقدير اكيد، لكن حسيت ما يمنع حتى اي حتى هو تصرف شخصي من واحد استقبل اي استقبلني قال لي كذا، قال روحي روحي جيبي الان كذا، قال اطلعي كذا روحي جيبي لي كشف حساب. قلت طيب، طلعت للبنك مره ثانيه، تخيل هذا كله، طلعت للبنك مرة ثانية دخلت على البنك قلت أبغى كشف حساب، قال آسف ما نعطيك كشف حساب الآن. قلت ليه؟ قال بعد 24 ساعة نعطيك كشف حساب. ليش؟ قلت يا أخي عطني، قال العملية هذه ما تخلص إلا 12 بالليل، من بكرة الصباح تنزل. والله هذا كلام البنك وعندي شكوى. قلت له شلون؟ قال ما في ما في ما في كذا، يا ابن الحلال يا، قال ما في. طلعت للفرع الثاني نفس البنك، طلعت قال ما نعطيك كشف حساب. رحت رجعت للشرطة دخلت على الشرطة، قالوا ما نقدر نسوي بلاغ لك إلا بكشف حساب. رجعت مرة ثانية للبنك، قال روحي طلعي الخدمة الذاتية. قلت أنت في جهة حكومية تقبل كشف حساب الخدمة الذاتية؟ ما يقبلون الخدمة الذاتية، لازم يكون مختم من البنك. من البنك. قال لي لا، رفض. رجعت مرة ثانية للشرطة، قلت ممكن تعطوني تكلمون البنك حقي، ممكن تعطوني خطاب؟ قالوا ما نطلع خطابات ولا لنا دخل كذا. والله هذا ردهم. رجعت مرة ثانية للبنك، رجعت للفرع اللي أول واحد دخلت عليه، ايش رد عليه؟ قال لي مالك إلا بعد 24 ساعة. طبعا أنا وأنا في الطريق المرة الثالثة طبعا للبنك، جاني قالوا إنهم سووا حماية، جاني على طول البنك اسم البنك وإنه موافق ولا لا طلع فيزا مشتريات، بعد بيطلع فيزا الأخ علي. المهم أرجع أفتح على طول أبليكيشن حقي وحذف كل البطايق اللي عندي في الابلكيشن وارجع لهم. المهم قعدت طبعا 24 ساعة. هذه متى صارت السالفة؟ هذا يوم الأحد الماضي. قعدت ثلاث مرات أو يعني المد لين الساعة 5، وأنا من هنا لين هنا لين هنا. طبعا انتهى دوام الشرطة البنك، رايحة جاية لين ما قفلوا الساعة 4. طيب آخر شيء وين وصلتي؟ من بكرة رحت جبت كشف حساب بعد 24 ساعة. صار المبلغ راح طبعا. أيوة أقول لك ما أزل. بعد 24 ساعة طلعت للبنك أخذت كشف حساب، تقدمت للشرطة وقدمت البلاغ، وقالوا لي خلاص قدمت وكل شيء. قال يرفع للنيابة، يرفع للنيابة. طبعا أنا خلال هذه الثلاث أيام كنت كلها مع نصب الاحتيال أني طالبة من البنك المركزي، طالبة منهم أن يوقفون هذه الحوالة. لما دخلت وخذت كشف الحساب طلع حسابين محولات لداخلية، رفض البنك. أنا حقي أنا حسابات داخلية، داخلية يعني بنوك سعودية، بنوك سعودية، رفض إن البنك يعطيني وين حولت وأي بنوك. قال هذه حساباتها بنوك داخلية. طبعا هو على هو ما يدري يعني راحت انصرفت هو على كلام إن أمس يوم حولته. قلت طب وش البنوك؟ إلى يومك هذا أنا ما أعرف وين فلوسي راحت وأي بنوك. بنوك محلية وإلى اليوم هذا وما في أي خبر. طيب يعني أنا حبيت أبدأ بقصتك يعني يعني قبل حتى ما ودعك، لأنه بيكون عندنا حتى بالناحية قانونية راح نتطرق للموضوع حتى نوعي للناس، يعني سواء كجانب استباقي أنه الناس يكونون عندهم وعي، أو حتى اللي وقعوا ضحايا كيف يمكن يعني يعرفون لمن يلجؤون وكيف الطرق. الخلاصة وش طلعت فيه؟ ما طلعت ولا شيء إلى الآن من الاثنين الماضي ولا في أي خبر. جاني بلاغ بس اني انا جاني رساله وانا عندهم ثاني يوم اني رقم البلاغ، الى يومك هذا ما ادري. والبنك ولا طبعا نفس ثاني يوم تواصل معي واحد من البنك لما ما ادري منه رقم، فقال لي قلت يا اخي المفروض انتم تحموننا، يعني انا 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 يعني اني جيت وتقدمت على طول توقفون الحواله توقفونها. قال والله احنا صراحه اللي علينا نرسل لكم رسائل وانكم انتم اللي تحمون انفسكم. قلت كيف تحمل؟ بس انا بعد انا ما خليت اوكي انا انسرقت وهذا انا غلط مني اني اعطيتك، بس انكم لازم تحمونا. انا جيت ابي اوقف الحواله، ليش ما توقفونها؟ مفروض الجهه المختصه للبنوك. انت من طيب كواحده تعرضت يعني لعمليه احتيال كضحيه ومع كل اللفه اللي لفتيها ودرتي حول الموضوع، من برأيك الجهة المفروض تكون يعني تتحمل المسؤولية؟ اللي يتحمل المسؤولية الجهة، أنا أقول لك مفروض إن الجهة المسؤولة عن البنوك تنزل بيان تعميم. نزلوا برمضان ونزلوا قرارات على البنوك، على البنوك اسمعني على التحويلات على البنوك
تقول لهم أي عميل يجي يشتكي مثلا يشتكي من هذا الشركة المتحلة الشخصية فإنه يطلب العميل يوقف الحساب يروح يجيب أوقف الغسلا عفوا الحوالة أروح أجيب بلاغ من الشرطة لمدة 24 ساعة هذه يثبت أني مصداقيتي صح ولا لا وأجي وأقدم لهم يوقفون الحوالة مفروض يعمم مو أنها كذا عادي البنك أنا لما دخلت عليه صراحة عادي ولا حسيت أني مو ضحية وبعدي ضحية حسيت أني ماني بأول ضحية يعني عرفت مفروض أن البنك يكون عنده أنا جيت أوقف لي وفي أنتم عارفين هذه الشركة معروفة هذه صارت الحين المنتجة الشخصية خلاص مفروض أنتم يا الجهة المختصة توفرون مين توفرون على الأقسام توفرون على النيابة النيابة بتقعد بالعكس هو ليه هذا المحتال لأنه عارف أنه ما توقف الحوالة هذا اللي مخليه لأنه عارف بعد كذلك أنه بعضنا يلعب علينا بحسن النية ونعطيهم رمز التحقق طيب معلش أوكي أنا بس أنا أوقف الحوالة بعد حقي أني أوقف حوالتي طيب أنا وقفتها صح ولا لا أدخل أطلب من البنك أنه يوقفها ما يساعدني البنك المفترض أنه يساعدني البنك صح ولا لا طيب هذا واحد اثنين المفترض أن البنك ما يقول لي الحوالات وين راحت أي بنوك داخلية عشان أقدر أنا أتفاهم رفض